ايش رايك بهذا الجيل؟ هذا الجيل؟ ليش تضحك؟ هذا الجيل في فساد؟ طبعا. زين ليش الدولة ما تعطيهم نفس ما يعطونا؟ ما لهم حقوق؟ رزقتهم قاعد تنقطع. ليه؟ شنو اللي لفت نظري أنا فيك تتوقع؟ إن أنا تفكيري مو نفس تفكير جيلي، مو نفس تفكير اللي بعمري. هل وفاة والدك رحمة الله عليه أثر عليك؟ حيل. كانت وحدة معانا بأمريكا رجل بالخارج كويتية، ولد بعد فيه سرطان. جت تهدين قالت حتى أنا ولدي مات وجبت ولد وسميته على اسمه عاطي. لا تحزن لا تحزن. أنا قلت لها شلون ما أحزن والأبو ما يتعوض. فيصل اللي كان عمره 6 سنوات في وقتها لما أبوه الله يرحمه كان يتعذب قدامه، لما كبر فيصل تغير، صار رحوم جدا. رحوم لأن قاعد أشوف مشردين ما قاعد يتعلمون، مشردين ما قاعد يروحون مدارس حالهم حالي. في ناس ترى مسجلين مدارس، أنا قاعد أشوف في فيديو مسجل معاي مدرسة أسبوع يغيب، كل أسبوع يغيب ما يداوم له وحدة. قلت لها زين أنت تعرف إن في مشردين ما قاعد يدرسون نفس أنت ما قاعد تدرس؟ كان يقول أنا إيش دخلني فيهم؟ أنا شكو، أنا الحمد لله أن الله رازقني. قلت له بس ترى راح يجي اليوم اللي الله يبليك فيه وتصير أنت فقير. بحياتك في أحد تنمر عليك؟ أنا؟ أي منو؟ وشلون؟ اللي معي بالمدرسة الصراحة يتنمرون عليك؟ ليش؟ الصراحة أنا ما أدري من طول ولا من شنو. من الطول؟ إيه قاعد نمر عن طول. قلت لهم عادي أنا ما قام يهمني الطول أصلاً. إيش رأيك بهذا الجيل؟ هذا الجيل؟ ليش تضحك؟ هذا الجيل؟ الجيل القديم حلو، الجيل هذا لا، الجيل هذا ما قاعد يتعلم ولا قاعد يروح مدارس. شو اللي خرب الجيل؟ شو اللي يميز الجيل اللي قبل؟ خرب الجيل التلفونات والآيبادات. اللي بعمرك قد يكون نوعاً ما مو مدرك وين الزين ووين الشين، واللي يشوف اللي ضحكه أكثر يركض وراه، وهذا غلط. اللي يعلم أطفالنا الشيء الغلط مو الصح أنا ما أقول إلا هالكلمة، حسبي الله ونعم الوكيل. في بيتكم تسولف عربي ولا إنجليزي؟ بيتنا؟ إيه. هم من عربي. عربي. وأنت تعرف الإنجليزي؟ ليش ما تسولف بالإنجليزي؟ يعني كذي ما أحب أتكلم فيه واجد، لأن أحس إني كأني قاعد أستفز اللي قدامي هو ما يعرف إنجليزي وأنا قاعد أستفزه. العنف اللي قاعد يصير بالشوارع قاعد تسمع عنه؟ قاعد تشوفه؟ دي أشوفه وبعد بعيني، لأن دوريات غطى عن كل الديرة. في فساد؟ طبعاً. إيه. يعني احنا مسلمين زين ليش نسوي الشغلات مالة؟ يعني ما تدرون ان انتوا راح تحاسبون؟ هم راح يتحاسبون، يعني مو انا راح اتحاسبهم. ايش رايك بقرار 60 سنة اللي كمل 60 سنة غير كويتي يقول له خلاص يلا سافر؟ كان هذا القرار موجود. ايه حرام، لان قاعد يطول عليهم الرزقه. رزقتهم قاعد تنقطع. ليه والده الله يرحمها قال حق والدته دير بالش على فيصل؟ فيصل سمع هذه النصيحة وقرر انه يكون شخص ثاني، شخص يحب انه يساعد الناس، شخص يحب يوجه رسائل ونصايح للناس، وهو عمره 11 سنة. 11 سنة يمكن احنا نشوفه ياهل، لا احنا نكبر عيالنا، نقدر ان احنا نخليهم في طريق بيدنا احنا نسويه. هو موقف واحد قدر انه هو يكون افضل. موقف صعب فقد ابوه، ولكن قال أنا راح أكون شخص أبوي يفتخر فيني حتى وهو مو موجود معاي في الدنيا. تقول حق أبوك الله يرحمك.